أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت، مواطن من كل 5 في العراق يعيش تحت الخط بسبب استشراء الفساد الحكومي. في المدى، أجندة علاوي تضم 22 وزيرا ونحو 60 بديلا تحسبا لاعتراضات البرلمان. في العرب اللندنية، الحراك الشعبي يتمسك برفض حكومة علاوي رغم حملات الترهيب. في الزمان، جنايات الفساد تنظر ب15 قضية كبرى تخص نوابا ومحافظين ومديرين عامين. في كتابات، طلاب بغداد على عهدهم، ثورتنا مستمرة ولا تنازل عن حق الشهداء. في الشرق الأوسط، تراشق بين روسيا وتركيا حول إدلب. وفي القدس العربي، المرصد السوري، أعداد النازحين في حلب وإدلب تخطت المليون. الحراك الشعبي لم يدرك بعد أن نسف العملية السياسية الحالية أمر غير مقبول، لا من النظام الإيراني ولا من المجتمع الدولي الذي تقوده أمريكا. وهنا ينبغي على الحراك الشعبي أن يدرك أن شلة السلطة، حتى لو توفرت لدى بعض قواها الفاعلة النية الحسنة والرغبة في الاستجابة إلى بعض مطالب المتظاهرين، فهي غير حرة في ذلك ومحكومة بعدم الفعل الحقيقي المستقل حول استقلال العراق والسيادة، كتب إبراهيم الصميدعي في محافظ في صحيفة العرب اللندنية. أول الثوابت في واقع الحال العراقي منذ الغزو الأمريكي ثم الاحتلال الإيراني هو أن إيران وأمريكا تتقاسمان الحل والربط في العراق، إما مباشرة أو بالواسطة، وأن النظام الأمريكي والنظام الإيراني لا يستطيعان تحمل كلفة خسارة العراق كموقع ومصدر رزق، وذلك بحكم ضرورات سياسية وعسكرية وأمنية لا يمكن التسامح فيها أو التنازل عنها أياً كان الثمن وأياً كانت الظروف. فخروج النظام الإيراني من العراق بعد سقوط أحزابه وميليشياته، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي وضعت فيها عقوبات ترامب، يعني خروجه لاحقاً من سوريا ثم من لبنان ثم من اليمن وأخيراً من إيران ذاتها، والشيء نفسه لأمريكا خاصة في المدة القصيرة التي تسبق الانتخابات الجديدة واحتياج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهدئة في الداخل والخارج. والآن ندخل في ملف رئاسة الوزراء العراقية ونتحدث بصراحة ووضوح، فمنذ نهاية وزارة إياد علاوي المؤقتة وحتى نهاية عادل عبد المهدي لم يملك أي رئيس وزراء عراقي من أمره إلا القليل، ولم يجرؤ أحد على فعل أكثر مما هو مسموح له أن يفعله من قبل السفارتين الحاكمتين، خلافاً لما هو مرئي وظاهر وموهوم. يقول إبراهيم الزبيدي، حينما يفشل رئيس الوزراء العراقي في ترضية إحدى السفارتين الإيرانية أو الأمريكية، يصبح رحيله أمراً لازماً وحاسماً، وهذا ما جرى لإبراهيم الجعفري ثم لنور المالكي ثم لحيدر العبادي وأخيراً عادل عبد المهدي. في مقال منشور بصحيفة المدى وعنوانه رؤية حدود السفارات، ساطع راجي كتب يقول: مشكلة الدور الأجنبي في الحراك المجتمعي والسياسي لا تخص العراق وحده، معظم دول المنطقة وبالأخص العربية تواجه هذه المشكلة نظراً لترابط التعاون بين الدول مع مراقبة الأوضاع الحقوقية والإنسانية. إن بلاداً سقطت أسوار السفارات فيها، سيعمل كل موظف أجنبي فيها على استغلال ظروفها لتحقيق الثراء السريع، وهو ما حدث فعلاً في أكثر من سفارة وقنصلية في العراق. مقال للكاتب ساطع راجي نشرته صحيفة المدى العراقية. في العراق الظاهرة أكثر تعقيداً، فنشوء النظام السياسي الجديد تم برعاية خارجية متعددة الأطراف،
وكان مفهوم دعم التنمية المجتمعية ودعم الديمقراطية هو الباب الأوسع لدخول حكومات ومنظمات أجنبية إلى المجتمع العراقي. وكلمة أجنبية لا تعني بلداً معيناً، بل تشمل الجميع، وهذا التوضيح ضروري جداً في العراق على بداهته وبساطته. فالانقسام المجتمعي توغل في العقول لحد تدمير المعاني الواضحة للكلمات. دعم المجتمع، دعم الديمقراطية، مكافحة الإرهاب فكرياً وإعلامياً، كلها كانت بوابات لدور أجنبي، بالإضافة طبعاً إلى دعم الأقليات ومساعدة الفقراء والجمعيات الدينية والتطوير الإعلامي. وبالتالي تغلغل الدور الأجنبي في كل مفاصل الحياة، وانهارت حدود السفارات التي هي كناية عن سياسات الدول التي تمثلها، وقام السفراء بكثير من الأعمال والأدوار التي لا يشملها مفهوم التمثيل الدبلوماسي. وغالباً ما كانت هذه المهام بدفع وتنسيق من نشطاء عراقيين، فظهرت ممارسات غبية تدعو للسخرية. الجزء الأخطر في انهيار حدود السفرات هو ما يتعلق بإدارة العملية السياسية، فرغم تبادل جميع الأطراف اتهامات التبعية للخارج، إلا أن قادة هذه الأطراف وممثليها ونوابها وإعلامها لا يتحرجون من التصريح بدور خارجي في اتخاذ قراراتهم، بل إنهم يعتبرون هذا الدور طبيعياً. يتابع الصوت أعراجي إن بلاداً مفتوحة الأبواب والحدود إلى هذه الدرجة لا يمكن أن يقر لها قرار ولا أن تعيش في أمن، لأنها ستكون بؤرة مواجهات خارجية، فما بالك إذا كانت في موقع احتكاك استراتيجي بين قوى دولية وعقائد وقوميات مثل العراق. إلى مقال آخر، في واحدة من تغريداته المحيرة التي لا يسام من الضروري أن تكون مرتبطة بما سبقها من تغريدات وبما سيليها، حذر مقتدى الصدر حركة الاحتجاجات من إسقاط الأسس الشرعية، وحذر من التحرر وأن العراق ليس شيكاغو. الكاتب مصطفى فحص يقول في موقع الحرة: يبدو أن مقتدى لا يعرف أن المدينة الأمريكية فيها مميزات ثقافية وسياسية وعمرانية لا يوجد مثلها في العالم فضلا عن العراق. عمليا نجحت شيكاغو بأن تصبح أحد الولايات المؤثرة في صنع القرار الأمريكي، وأصبحت واحدة من أهم المدارس الثقافية والعلمية والمعمارية في العالم، ولكنها لا تقارن بالإرث الحضاري الذي تملكه مدينة النجف ومعها الكوفة عاصمة خليفة المسلمين الرابع. لم تقدم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي منذ 16 عاماً ما يليق بمكانة ودور النجف العلمي والثقافي والاقتصادي، وهي تتعرض لإهمال وتهميش على جميع المستويات وخصوصاً في مرافقها العامة. وينقل أحد العارفين في كواليسها أن المرجعية تتعرض للإحراج الشديد عندما يحضر إلى المدينة زواراً كبار، حيث لا يوجد مكان مناسب يذهبون إليه بعد خروجهم من بيوت المراجع. وقد تعرضت المدينة لواحدة من أكبر عمليات الفساد عندما اختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2012، حيث رصدت الحكومة العراقية مبلغ نصف مليار دولار لبناء مرافق تليق بهذه الاحتفالية. لكن بعد اختلاس أكثر من 300 مليون دولار، اعتذرت الدولة العراقية عن المناسبة لعدم بنائها لأي مرفق ثقافي أو سياحي مناسب. يتابع مصطفى فحص، الجدير هنا تذكير بما كتبه الباحث والكاتب النجفي الدكتور حيدر سعيد عن أزمة اختيار المدينة كعاصمة ثقافية في مقال مفصل تحت عنوان النجف قصة فشل مستمر، بأن هذا الفشل لا يختصر على مسقط رأس الصدر بل على كافة العراق الذي تحكمه هذه الطبقة السياسية المسلحة. أفكار الصدر لا يمكن التعامل معها إلا على مدى زمني طويل، فالثورة الراهنة شارك في الدعوة إليها وانخرط فيها وانسحب منها وعاد إليها، ثم باشر قمعها بأقصى شكل من أي قمع آخر. الشيء نفسه يمكن قوله عن علاقته بإيران التي أيدها وانتقدها وهاجمها وامتدحها، وانتقل حتى إشعار آخر إلى العيش فيها. عن حديث مقتدى الصدر حول مشاركة النساء في الثورة كتب حازم صاغية في صحيفة الشرق الأوسط:
ما يهم في النهاية، وعلى عكس الصورة التي يحاول إشاعتها عن نفسه كطرف محايد، فإن الصدر يقع في قلب السلطة التي يريد لها أن تبقى. لولاه لما شكل عادل عبد المهدي حكومته، ولولاه لما كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة. أما تحالف كتلته النيابية سائرون مع كتلة الفتح، فهو ما يحفظ مقاليد تلك السلطة في أيدٍ طائفية مضمونة. إنما يريده في آخر المطاف هو ضمان شراكته في مغانمها من موقع قوي، مع الاحتفاظ بحقه في الظهور على شكل معارض متذمر يحب الظهور بمظهر الضحية. لكن نساء العراق لن يكن الجسر الذي يوفر له الوصول إلى ذلك الهدف. إنهن لم يعدن ذاك الخصم الضعيف الذي يتوهمه السيد الصدر. لقد سقط في التظاهرات عدد من أشجع سيدات العراق وفتياته، واعتدي على بعضهن بما في ذلك حالة طعن بالسكاكين، وهن خرجن في تظاهرات حاشدة شهدتها بغداد ومحافظات في الوسط والجنوب كبابل وذيقار. هؤلاء بات ينبغي للسيد الصدر أن ينتبه قليلاً حين يتحدث عنهن. عن مقتدى الصدر يقول حازم صاغية في مقاله أيضاً: أما في العلاقة بالطائفة السنية فهو شارك بنشاط في حرب 2006 الأهلية، وكانت فرق الموت التابعة له تخرج من مدينة الصدر لتعيث قتلاً وخطفاً، لكنه هو نفسه تضامن لاحقاً مع المحتجين السنة في الأنبار ضد حكومة نور المالكي، وقل الشيء نفسه عن التنظيمات الكثيرة التي كان يؤسسها وآخرها القبعات الزرق ثم يحلها ويشهر ببعضها. إلى مقال آخر وجاء في مستهله: في تقييمهم الخطوة التي أقدم عليها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في عنتيبي بأوغندا، ثمة جدل محتدم وتعد تحولا غير مسبوق من أي حكومة سودانية منذ استقلال البلاد عام 1956، تحولا جارفا لم تقدم عليه قيادة سونية أو سودانية من قبل. حول هذا الموضوع كتب جمال محمد إبراهيم في صحيفة العربي الجديد: الأجندات والمطلوبات لكل الأطراف الثلاثة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان تلاقت هذه الأيام، وبحسابات الحساسية الزمنية، من يريد أن يكسب انتخابات تمنحه فترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض يدرك أن مفاتيحها بيد اللوبي اليهودي والصهيوني تحديداً، فيقدم صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية هدية لإسرائيل. يسعى كذلك إلى إسكات الظاهرة العربية الصوتية، فيعمد إلى تجاهل منظمة العرب الإقليمية، بل يشق تمسكها الهش عبر السودان، بلد لم يعرف عنه في تاريخه اقتراباً من إسرائيل أو حتى مجرد نية للتطبيع معها مثلما فعلت دول عربية معروفة. دبلوماسية المقايضات الفجة التي يجيدها ترامب دفعته إلى أن يعد بشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية لداعمي الإرهاب، فيأخذ ثمناً من رئيس مجلس السيادة في السودان يدفعه لرئيس الوزراء الإسرائيلي. لن يهتم ترامب لما سيقوله عبد الفتاح البرهان للشعب السوداني الذي قام بثورة أزاحت نظاماً كالحاً، يمكنه أن يزعم للسودانيين بأن لقاءه نتنياهو سيعود عليهم بتحقيق مصلحة عليا للسودان، لكنه لن يفصح بأكثر من ذلك. الرئيس الأمريكي الذي أدار لعبة المقايضة السياسية بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ونتنياهو طلبه بأن لا يفصح بأكثر من ذلك، فهديته إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ليست كلها بيده بحسب الكاتب. طرح الإعلان عن صفقة ترامب وما تضمنته من بنود لتصفية القضية الفلسطينية طرح أسئلة مشروعة بشأن تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها المختلفة بعد فشل مخرجات أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية في ربيع عام 1994، مع الإبقاء على السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية وعلى أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني التي تتمثل بالتجارة الخارجية وحركة قوة العمل الفلسطينية. مقال للكاتب نبيل السهلي
منشور بصحيفة القدس العربي. يبدو المشهد السياسي الفلسطيني رمادياً مع استمرار حالة الانقسام الحقيقي على الأرض، رغم الحديث عن قرب المصالحة لمواجهة صفقة ترامب وتداعياتها. وبات من الضروري تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة للفصائل، وخصوصاً في ظل انكشاف صورة دولة الاحتلال الصهيونية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة والقطاع أو إزاء الأقلية العربية في داخل الخط الأخضر، فضلاً عن الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال الذي توج بالإعلان عن صفقة ترامب. ولهذا يجب الإسراع في خطوات المصالحة وترسيخها. وثمة عوامل تساعد على تعزيز الاعتراف بفلسطين في المؤسسات الدولية، وفي مقدمة هذه العوامل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وترسيخ مصالحة بالأفعال وليس بالأقوال، ومن ثم التوجه بخطاب سياسي دبلوماسي موحد وجامع بعد وضع برنامج واستراتيجية سياسية وتنظيمية مشتركة. ولا يمكن أن تكتمل دائرة المصالحة الحقيقية وتفعيل دور منظمة التحرير وضخ دماء جديدة فيها من دون مشاركة واسعة من الغالبية الصامتة من الفلسطينيين في الداخل والشتات في المهاجر القريبة والبعيدة، ونقصد بالقوة الصامتة الفعاليات السياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين. وختم نبيل السهلي مقاله بقوله إن ترسيخ المصالحة والاتفاق على سبل كفاحية سيكون بمثابة طوق نجاة للحد من الضغوط الصهيونية والأمريكية على الفلسطينيين، ويرفع في الوقت نفسه من سقف الخطاب السياسي الفلسطيني بعد مفاوضات عبثية امتدت أكثر من عقدين من الزمن، بحيث يكون من السهولة بمكان المطالبة بتفكيك معالم الاحتلال ومنها المستوطنات. على اختلاف المهام التي قامت بها المرأة العراقية طيلة التظاهرات الشعبية المتواصلة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، يظل دور المسعفة من بين الأهم والأخطر، إذ ترافق المسعفات المتظاهرين في الخطوط الأمامية ويتعرض بعضهن إلى العنف من قوات الأمن، فالرصاص الحي وقنابل الغاز والهروات لا تفرق بين الرجال والنساء. لقبت المسعفة الشابة هدى بأخت الأبطال، تحمل حقيبة طبية تضم ضمادات مختلفة ومعقمات للجروح، وتقول للعربي الجديد إنها منذ الأيام الأولى للتظاهرات خرجت إلى الساحات لدعم التظاهرات التي تطالب بالحقوق. تخرجت من كلية التمريض، أو تقول: تخرجت من كلية التمريض ولم أحصل على وظيفة، وشاركت متظاهرة ومسعفة لإخوتي المتظاهرين. وأضافت هدى: في الأيام الأولى كانت لدي رهبة من صوت الرصاص وقنابل الغاز، وكنت أهرب إلى الأزقة والشوارع الجانبية عند المواجهات، ومارس مهمة التضميد والإسعاف بعيداً عن خطوط المواجهة. ومع الأيام امتلكت الجرأة لمرافقة المتظاهرين في الخطوط الأمامية. تعرضت لاعتداءات وضرب بالعصي من قبل عناصر الأمن عدة مرات، وسقطت على الأرض مرات أيضاً، لكني تمكنت من تضميد جروح مئات المتظاهرين وما زلت معهم ولن أتخلى عنهم، فهم الأمل في عراق واحد. ووثق عراقيون وناشطون أفضل دور المسعفات وما يقومن به في ساحات التظاهر عبر فيديوهات وصور التقطت لهن. الآن إلى كاريكاتير اليوم.
ختام صدى الأقلام، نشكركم على حسن وطيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.